السلام عليكم، معكم خالد احمد من الاسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم فيديو جديد هنتناقش فيه مع بعض عن اللي اتقدم في البث الافتتاحي لمعرض جيمز كوم 2022. طبعا البثوث الافتتاحيه دي بقالها فتره بتبقى هي متنظمه من جيف كيلي. انا مش عايز اضيع وقت في الكلام عن جيف كيلي، اسلوبه في تقديم العروض، الحشو، الكلام ده اتكلمت عنه كتير قبل كده، مش عاوز ابقى عامل زي الاسطوانه المشروخه. اللي متابع القناه كويس هيبقى عارف رايي بخصوص الموضوع ده. لو اي حد اول مره يشوف القناه او يشوف الفيديوهات بتاعتي، ممكن ترجع لورا شويه في فيديو المناقشه بتاع سامر جيم فيستيفال تقدم السنه دي، وتعرف رايي عن الاسلوب بتاع جيف كيلي في تقديم العروض بتاعته. من الاخر نوم، لكن في حاجات ممكن تكون مهمه انا عاوز اتكلم عنها بالنسبه للبث الافتتاحي بتاع جيمز كوم، حاجات انا شخصيا اهتميت بيها، حاجات عندي تعليقات عليها، اكيد مش كل حاجه هعلق عليها في الفيديو ده. فتعالوا نبتدي كده الاول، نحن نتكلم عن لعبه Everywhere. اللعبه دي من تطوير الاستوديو اللي اسسه ليزلي بنزيز، هو اللي هو واحد من الناس اللي كانوا شغالين في روكستار واسمه مرتبط بسلسله جي تي اي، هو كان واحد من اهم المنتجين اللي اشتغلوا على اللعبه دي. فهو خرج من روكستار، عنده خلافات كتير جدا مع روكستار، واسس الاستوديو الجديد بتاعه اللي هو بيلد روكيت بوي، واللعبه الجديده بتاعتهم اللي هي Everywhere. انا بصراحه مش فاهم اللعبه دي عاوزه تقدم ايه. انا حاولت ان انا اشوف اي معلومات عنها اكتر، الكلام اللي هم قالوه كلام مبهم شويه، ان هم عاوزين يعملوا حاجه كل الناس يقدروا يلعبوها، اللعبه تقدم نشاطات مختلفه، مش عارف ايه، والكلام بتاعهم بيفكرني بفورتنايت، مش كشكل، محدش يفهمني غلط، بس كحالة موجودة فيها لعبة زي فورتنايت دلوقتي، انها بقت سيم بارك ضخم جدا، بقت حاجة كده زي فكرة الميتافيرس اللي هم بيقعدوا يتكلموا عنها كتير دلوقتي. في شخصيات كتيرة من اعمال تلفزيونية، افلام، فيديو جيمز، اللعبة بتقدم احتفاليات من حين لاخر ومش عارف ايه. كلامهم عن Everywhere فكرني باللي انا بشوفه في فورتنايت ده، بعيدا عن ان اللعبة اتعرض منها الجانب قريب جدا من اللعبة دي، ده بالاضافة ان في جانب تاني ظهر ممكن يكون ان هو واقعي في الجرافيكس بتاعته، فمش مفهوم بالظبط ايه اللي عاوزة تقدمه. هم بيقولوا ان اللعبة تنزل السنة اللي جاية، وبيوعدوا ان هيكون في كلام اكتر عنها لحد لما تنزل. فانا اعتقد ان ناس كتير جدا هتكون متحمسة للعبة ومنتظرينها على اساس الشخص اللي واقف ورا اللعبه اللي هو ليزلي بنزيز، ان هو كان واحد من منتجين سلسله جي تي اي، ان هو واحد من اهم الناس اللي كانوا موجودين جوه روكستار. وفي ناس كتير اساسا متحمسين في الوقت الحالي ان هم يعرفوا الفتره اللي جايه هل هيكون في منافس لروكستار او في خليفه لروكستار ولا لا، من بعد لما خرج دان هاوزر وليزلي بنزيز. فده اللي احنا ممكن نقوله في الوقت الحالي عن لعبه Everywhere. بعد كده انا واحد بحب جدا دون ككتب والفيلم اللي نزل السنه اللي فاتت، وهم اعلنوا عن لعبه دون جديده، لعبه اسمها دون اويكننج، ولكن للاسف هي من جانرا انا شخصيا ما بلعبهاش كتير، وهي السرفايفل ام ام او. واضح ان اللعبه هتتجه اكتر لانها تكون زي ارك سرفايفل ايفولد والالعاب اللي من النوع ده، ولكن اللعبه دي بدات ممكن نقول حاله كانت موجودة بكترة في البث ده، وهي العروض السي جي اي الكتيرة جدا اللي ممكن قليل انك انت تشوف فيها جيم بلاي، فتفوت الجيم بلاي كده ممكن تتعرض في الاخر. ففي عروض كتير هنجلها مع الوقت فيها الحالة دي. سوني اعلنوا عن كنترولر جديد اسمه ديول سانس ايدج، وده ممكن يكون قريب من فكرة البرو كنترولرز اللي هي اللي بدأتها شركة بتعدل على كنترولرز اسمها سكاف، ان يكون في زراير زيادة ممكن تبرمجها تعدل على الستيك بتاعت الكنترولر. وبصراحة هو شكله من العرض حلو، واضح ان في امكانيات كتيرة جدا انك انت ممكن تعدل عليها، بس هل هم هيحلوا مشكلة الدريفت الموجودة في الكنترولرز بتاعت البلاي ستيشن 5 ولا لأ؟ دي نقطة مهمة جدا، لان اكيد الكنترولر ده هيكون غالي بشكل كبير. انا بصراحة واحد ما بفتحش بلاي ستيشن بتاعي الا كل فين وفين، ما لعبتش عليه غير لعبة واحدة بس السنة دي، والكنترولر ابتدى يخرف، فانا مش عارف ومش فاهم ليه حاجة زي كده يعني بتحصل في الكنترولرز بتاعت البلاي ستيشن، واتمنى انها ما تكونش موجودة في الادج اللي هو الكنترولر الجديد بتاعهم. العرض اللي جاي بعد كده بالنسبة لي ممكن يكون من اكتر العروض اللي انا عجبتني، وده اللي انا اصلا اتفرجت على البث المباشر ده عشان، وهي جيم بلاي جديد للعبة كاليستو بروتوكول. انا كنت قدمت لكم فيديو من فترة عن التفاصيل المعروفة عن اللعبة، واللعبة لحد دلوقتي مستمرة في انها تعلي اهتمام الواحد ناحيتها اكتر واكتر. هم ركزوا بقدر كبير جدا في الجيم بلاي ده على حاجتين، الحاجه الاولانيه هي
حاجه اسمها ميوتيشنز، ان الوحوش اللي انت بتواجههم لو انت ما لحقتش تموتهم مثلا في وقت معين بعد استهداف نقطه الضعف بتاعتهم او تفعيل حاجه معينه في الهجمات بتاعتهم، من ممكن تلاقيهم بيتحولوا وبيبقوا اقوى وبيبقوا اخطر. وانا عجبني الكلام ده لان دي حاجه ممكن تضيف بشكل كبير جدا لجانب البقاء على قيد الحياه، الجانب الرعب الموجود في اللعبه والضغط اللي بيتحط على اللي بيلعب وعناصر الرعب اللي ممكن تكون موجوده في اللعبه من خلال حاجه زي كده. يعني الفكره دي لو اتوظفت بشكل كويس مع بعض الوحوش انا اعتقد انها تكون فكره ممتازه. انا مش عاوز انحس اللعبه بس حاجه زي كده فكرتني بوحش معين كان موجود في Resident Evil 6، فكان يعني ما كنش التشبيه ده يعني نذير شؤم على اللعبه بتاعت كاليستو بروتوكول. تاني حاجه هم عرضوها الديس انيميشنز، انا بصراحه يعني شايف ان هم مهتمين جدا بالجور في اللعبه، حاجه يعني كويس جدا ان هم مش بيضحوا بيها اطلاقا. بعد كده استوديو اسمه هيكس ووركس، الاستوديو ده مفروض ان هو استلم عمليه تطوير لعبه لوردز اوف ذا فالن 2، بس اللعبه دلوقتي باسمها ذا لوردز اوف ذا فالن 2. يعني هم حطوا ذا في الاول وشالوا رقم 2 من الاخر، مش فاهم ليه. والتريلر كان سي جي اي، التريلر كان حلو مش هكدب عليكم، بس طلع في الاخر سي جي اي، فاللي هو حصل لنا الشرف. انا كنت مهتم جدا ان اشوف لعبه هوجورتس ليجاسي الجيم بلاي الجديد بتاعها هيكون بيقدم ايه، خصوصا من بعد لما اللعبه اتاجلت لشهر فبراير اللي جاي. لكن انا مش عارف الناس اللي بتحب هاري بوتر والعالم بتاع الروايات نفسها ايه رايهم في التريلر ده، بس انا شايف ان هو ما كانش كافي ان هو يشبع الواحد من بعد فتره التاجيل وان هو يشوف حاجه جديده في اللعبه. التريلر كان سينمائي بقدر كبير جدا، معمول مخصوص عشان يتم الاعلان عن بري اوردر بونس، فاللي هو كان عرض ممكن يكون محبط شويه وما كانش يعني حاجه اللي ممكن تكون مناسبه من بعد لما اللعبه اتاجلت. جير بوكس سوفت وير اعلنوا عن جير بوكس سوفت وير، عرضوا اخيرا لعبه تيلز فروم بوردرلاندز الجديده ومسمينها نيو تيلز فروم ذا بوردرلاندز، والعرض كان كله مركز بقدر كبير على الجانب الكوميدي اللي موجود في القصه مع الشخصيات اللي هتكون موجوده في اللعبه. وانا كنت منتظر ان التريلر ده يوري لي اللعبه حتى كجيم بلاي هتكون عامله ازاي، هل هي هتكون زي العاب تيل تيل اللي هي مركزة على الجانب الانتراكتف ناراتيف والكلام ده، ولا هتكون واخدة اتجاه جديد او هتحاول انها تطور على الجانب اللي كانت بتقدمه تيل تيل في الجزء الاول. وانا بصراحة مش عارف، يعني انا خايف من الكوميديا بتاعت اللعبة دي الحقيقة، يعني مستوى الكوميديا اللي كان موجود في الجزء الثالث كان مش حلو خالص، سمعت كلام برضو مش لطيف عن تايني تينا واندرلاند، انا ما لعبتهاش بس يعني الكلام عن الكوميديا بتاعتها كان مش مشجع اطلاقا. ففي نوعيه كوميديا موجوده في الفيديو جيمز في الوقت الحالي انا بسميها كوميديا الهيلي دود، يا ريت ما تكونش اللعبه دي ماشيه على نفس النوعيه دي من الكوميديا اللي بتكون سخيفه الصراحه. تيكلاند عرضوا اخيرا الدي ال سي بتاع لعبه داينج لايت، والمفاجاه ان هو هينزل في شهر اكتوبر اللي جاي. الدي ال سي اسمه بلادي تايز. انا فاكر كويس جدا الدي ال سي بتاع الجزء الاول كان ضاف حاجات كويسه جدا وجي معاه تحديثات حسنت اللعبه، بالاضافه ان هم بالفعل نزلوا ابديت ضاف شويه تحسينات للعبه نفسها. لكن انا مهتم اشوف المحتوى بتاع الدي ال سي نفسه هيبقى ماشي ازاي، هل هو افضل من اللعبه الاصليه ولا لا. لكن اتعرض شكله كويس يعني، بس اتمنى ان هو يكون احسن من اللعبه الاصليه، لان اللعبه الاصليه كانت يعني مخيبه شويه للامال في بعض الجوانب. في لعبه جديده اسمها مون بريكر، اللعبه دي لفتت الانتباه لكذا سبب. السبب الاول ان براندن ساندرسون واللي هو كان انهى الروايات بتاعه ذا ويل اوف تايم وراجل يعني مهتم بشكل كبير جدا بالفيديو جيمز مشارك في عمليه تطوير اللعبه دي، انا مش عارف مشارك تقريبا ممكن يكون في كتابه القصه بتاعتها. لكن السبب ممكن يكون الاهم واللي لفت نظر اللعبه دي هو انها كونها لعبه قريبه من فكره اكس كوم، على حسب كلام مطور انها تكون زي اكس كوم وهيرستون مع بعض. الجيم بلاي اللي اتعرض بالنسبه لي كواحد بيحب اكس كوم لفت انتباه بشكل كبير، ولكن اللعبه دي هتبتدي كايرلي اكسس في خلال شهر سبتمبر اللي جاي، وبعد كده اللعبه الاهتمام بيها بيعلى اكتر واكتر مع كل العروض اللي بتتقدم لها. هي لايز اوف بي دي ممكن نقول انها لعبه سولز مبنيه على قصه بينوكيو بس بشكل مختلف، معالجه مختلفه كده سوداويه للقصه بتاعت بينوكيو. والاجواء العامه للعبه انها ستيم بانك وفي عصور فيكتوريه الاثنين مع بعض، ده سيتنج انا شايف ان هو مظلوم جدا جدا في الفيديو جيمز
ما بيتقدمش خالص. حتى الجيم بلاي مبني من ناحية الأسلحة من ناحية الأدوات على السيتنج ده، فاللعبة شدتني بشكل كبير جدا. أنا حتى يعني عندي فضول بشكل كبير إن أنا أشوف اللعبة دي من ناحية قصة بينوكيو نفسها هيقدموها إزاي، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن قصة واحد ان هو كل ما بيكذب مناخيره بتطول. فدي حاجة انا عاوز اعرف ان هم هيعملوا ايه معاها في اللعبة هنا، ولا مش هيقدموها اصلا، ولا هل هتكون جيم بلاي ميكانيك. فمع الوقت احنا هنشوف. بس طبعا يعني كانت الحاجة الاهم ان اللعبة هتكون موجودة من اول يوم على الجيم باس، فدي حاجة ممكن تكون كويسة جدا. من ضمن الالعاب اللي كانوا مايكروسوفت عرضوها في خلال الفترة اللي فاتت لعبة اسمها هاي اون لايف، دي واحدة من الالعاب اللي هتكون موجودة برضو على الجيم باس من اول يوم. ولكن اللعبة دي انا كنت اهتميت بيها لسبب واحد، انها من استوديو اللي اسمه سكوانش جيمز واللي مؤسسه جاستن رويلاند. اي حد متابع مسلسل زي ريكان مورتي، جاستن رويلاند هو المنتج بتاع المسلسل وقايم بدور باهم شخصيات موجودة في المسلسل اللي هو متسمى على اسمهم ريك ومورتي. فانا بحب جدا شغل بتاع الراجل ده وبحب المسلسل بتاع ريكان مورتي، واللعبة شكلها برضو من نفس مستوى اللسعان بتاع المسلسل. لكن الجيم بلاي اللي عرضوه انا كنت قاعد يعني عندي علامات استفهام كتيره، اللي هو بوس فايت طويله جدا طويله جدا بشكل مبالغ فيه، وكذا حاجه عماله تتكرر، وفين وفين لما يكون في حاجه ممكن تكون مختلفه باستخدام ادوات معاك عشان تعرف انك انت تهزم الباص. فالجيم بلاي يعني ما كانش موفق قوي، وكنت اتمنى ان هم يعرضوا حاجه ممكن تكون احسن من كده للعبه انا شخصيا مهتم ان انا العبها، اللي هو كان فيه كده مستوى من الحريه كده انك انت بتقعد ترتجل بادوات وانك انت بتقعد تستخدم حاجات معينه عشان تعرف انك انت تتحرك من مكان للتاني، اللي هو مش مجرد لعبه شوتر وخلاص. في لعبه جديده من تطوير استوديو تيل تيل اللي هم تيل تيل الجداد اللي هم ما لهمش علاقه بتيل تيل، اللي هم عملوا الالعاب قبل ما الاستوديو يفلس ويتقفل. المهم اللعبه مبنيه على مسلسل زي اكسبانس، وطبعا واضح جدا ان اللي قدامنا ده مختلف بشكل كبير عن اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده من تيل تيل، سواء من ناحيه الجرافيكس سواء من ناحيه شكل الجيم بلاي وحاجات كتير تانية. لكن اللي لفت انتباهي في كلام المطورين عن اللعبه ان هم عاوزين يطوروا ويغيروا من الاسلوب اللي كانت بتتقدم بيه الالعاب بتاع تيل تيل قبل كده، وهيقدموا حاجه زي دي من خلال ذا اكسبانس. فاوكي ماشي، انا مهتم اشوف حاجه زي دي، خصوصا ان هم شغالين على لعبه زي ذا وولف امونج اس 2، فدي لعبه انا منتظره بالنسبه لي. لكن انا عندي حاله قلق ناحيه ان هم ما يغيروش حاجه في الجيم بلاي عن اللي احنا كنا بنشوفه في الالعاب بتاع تيل تيل قبل كده، خصوصا ان انا بقيت مؤخرا مش هكدب عليكم ما بقتش بحب نوعيه الالعاب الانتراكتيف دراما اللي بتتقدم بدون جيم بلاي ميكانيكس غير انك انت بتدير القصة بالحوارات وبس. عشان كده ممكن تلاقوني ان انا ما رجعتش العاب كتير مثلا انتراكتف دراما نزلت الفترة اللي فاتت، ومن نوم لعبة مثلا زي As Dusk Falls. بعد كده في لعبة هو لفتوا انتباه الواحد بشكل كبير جدا ان هم قالوا لعبة من نفس المطورين اللي اشتغلوا على سلسلة فول اوت، واشتغلوا على سكايريم، واشتغلوا على العاب ار بي جي كتير، واللعبة اسمها ويرد سونج، والواحد كان مستني انه يتعرض منها حاجة، بس طلع في الاخر تريلر سي جي اي ومدته قصيرة جدا. بس عامة يعني بسبب الناس اللي شغالين على اللعبة ويعني خبرتهم في سلاسل كبيرة خصوصا الالعاب بتاعت بيساز ده، نشوف هتقدم ايه، خصوصا ان هم قالوا انها تكون لعبة ار بي جي وفانتسي وممكن تكون سوداوية بشكل كبير. جوسب نايتس اتقدم معاد نزولها، هتنزل يوم 21 اكتوبر اللي هو 4 ايام بدري، حالة نادرة جدا ان احنا نشوف لعبة معاد نزولها يتقدم مش يتأخر او يتأجل. غير ان في فيديو جديد اغلبيته مركز على واحدة من الفيلنز اللي هتكون موجودة في اللعبة وهي هارلي كوين. بصراحة يعني انا عندي مشاعر مختلطة كتير ناحية اللعبة دي زي ما كنت قلت لكم قبل كده، لما نشوف وضعها لما تنزل اتمنى انها ما تكونش في الاخر زي سينسرو الجديدة. في لعبة من مطور صيني اسمه ايفرستون، واللعبة الجديدة اللي هو مقدمها اسمها هوير ويندز ميت، واللعبة دي انا مش عارف حد فيكم ملاحظ قد ايه انها جوست اوف سوشيما جدا من جانب الجرافيكس تحديدا، حاجات كتيرة جدا في اللعبة دي قريبة من جوست اوف سوشيما، وعلى شوية بقى من سيكيرو، وعلى شوية من لعبة زي ناراكا بلايد تيرور. هما بيقولوا انها تكون لعبة عالم مفتوح معتمدة اكتر على الساند بوكس وحرية بقى الكومبات والاستكشاف وكلام عايم شوية. لكن زي ما قلت لكم يعني دي اكبر ملحوظة عندي على اللعبة،
بالإضافة أنها يعني فريم ريت فيها ما كانش قد كده خالص. وهيديو كوجيما طلع عشان يعلن عن بودكاست بتاعه. تقريبا احنا بقالنا فترة ما بنشوفش حاجات كتير من كوجيما او اعلانات جديدة من ساعة 2019، فنسينا ان الراجل ده كان ترول. يعني حد فيكم فاكر ان في جيمز كوم 2019 قال ان هو هيعرض جيم بلاي جديد لديث ستراندينج، وطلع عرض 30 ثانية لسام بطل اللعبة وهو بيتبول في العراء؟ حد فيكم فاكر الموقف ده؟ فاحنا تقريبا نسينا ان كوجيما ترول وهو رجع يمارس العادة دي تاني. وهو اكيد طبعا في ناس كتير هتهتم بموضوع البودكاست، وهو اكيد يعني جد ناحية حاجة زي كده، لان هو حاول يعمل بودكاست قبل كده ايام اول ما عمل الاستوديو الجديد بتاعه، بس الناس مستنيه اللعبه الجديده بتاعته يعني مش بودكاست. امبارك ستوديوز اللي هم الاستوديو متاسس من مطورين كانوا شغالين في دايس، وكانوا طبعا عرضوا اللعبه الجديده بتاعتهم السنه اللي فاتت واللي كان اسمها ارك رايدرز، عرضوا اللعبه الجديده بتاعتهم اللي اسمها ذا فاينلز، واللي هي هتكون لعبه مالتي بلاير شوتر مبني على فكرة انك انت جوه زي برنامج مسابقات، وكان في لقطات سريعة كده عرضوها من اللعبة، ما عرضوش جيم بلاي بقدر كبير منها. واخر حاجة عرضوها هي ان لعبة ديد ايلاند 2 رجعت تاني من الموت، وتعرض تريلر سي جي اي حلو جدا بصراحة، لكن اللعبة دي تاريخها مع العروض بالشكل ده يعني ممكن يكون سيء جدا. الناس اللي حضروا الدعاية بتاعت الجزء الاول هيبقوا عارفين كويس جدا انا قصدي ايه، لكن هم عرضوا لقطات جيم بلاي وشكل اللعبة حلو. انا ما اقدرش انكر حاجة زي كده، اللعبة شكلها حلو، اللعبة شكلها ممتع، ومستوى التقني للعبة شكله كويس. بيقولوا ان اللعبة تنزل في فبراير اللي جاي، يوم 3 فبراير، فياريت لو اللعبة هتنزل انها تطلع بالشكل ده، ياريت ان اللعبة تكون ممتعة، ياريت ان اللعبة يكون محتوى كويس. الواحد ما يكرهش ان اللعبة من بعد لما فضلت ميتة 7 سنين ورجعت تاني انها ترجع بشكل كويس. ورغم انها لعبة زومبيز، وانت عارفين ان العاب الزومبيز دي اللي هو القوالب بتاعتها بقت محفوظة بشكل كبير، فاهم حاجة ان حتى لو هتقدم نفس القوالب المعتادة بس تكون ممتعة شوية. بس فدي كانت كل الحاجات اللي انا عاوز اتكلم عنها بالنسبه للبث الافتتاحي لجيمز كوم. اتمنى ان انا اعرف رايكم عن البث لو حد كان شافه، ايه العروض اللي لفتت انتباهكم والالعاب اللي انتم مهتمين بيها. واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.